برنامج دورة تكوينية حول زراعة الفطريات أو ميسيكولتور. دونك وتدخل هذه الدورة التكوينية في إطار البرنامج السنوي لتكوين الفلاحي للإرشاد الفلاحي لتكوين الإرشاد الفلاحي المسطر سنويا تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك لفائدة إطارات وفلاحي القطاع وكذا حاملي المشاريع. الهدف النهائي من هذه العملية التكوينات هذه هي تكوين إطارات الفلاحية، بحيث يشرفوا على عملية توعية الفلاحين بأهمية هذا النوع من الزراعة اللي هو زراعة الفطريات وفوائده البيئية. الفطر ضروري جدا في السلسلة الغذائية في البيئة. إذا اختفت الفطريات اعتبر حلقة من حلقات التوازن البيئي زالت، وبالتالي راح يأثر على البيئة ويأثر على الإنسان بطريقة غير مباشرة. الزراعة تعتبر يعني جديدة عندنا هنايا، الظروف المناخية كما قال الأستاذ ملائمة جدا جدا. ماذا بينا نوعي وإحنا الفلاحين بضرورة نشر ولا يعني انتشار هذه الزراعة باعتبارها غير مكلفة ذات مردود اقتصادي. كإطار نسوي ماذا بينا نقل هذه الشعبة الجديدة للنساء الريفيات باش يحسنوا المستوى المعيشي تاعهم، يعني ما تكتسيه من قيمة اقتصادية. زراعة الفطريات عندها قيمة اقتصادية كبيرة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.